السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ كي دايرين وليداتكم واخباركم؟ الحمد لله على خير، نتمنى يا ربي تكونوا بالصحه بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم ان شاء الله يعني فيديو جديد، يعني غنشارك معكم ان شاء الله طريقه ديال تحضير واحد الرفيسه، يعني الرفيسه بالحرشه والحليب، كتصيب بالحرشه يعني بالسميده وكنسقيوها بالحليب. غتبعو معايا ان شاء الله الطريقه كيفاش غنصايبو هاد الحرشه هادي وتنطيبها، وكيفاش غنوجدو يعني داك الحليب باش غنسقيوها. حرشه بالحليب والزبده البلديه كتجي غزاله، يعني راه الا قلت غزاله راه غزاله. يعني نتمنى ان شاء الله تبعو معايا يعني الطريقه كيفاش وديروها، يعني ان شاء الله وتردو عليا واش عجبتكم ولا ما عجبتكمش. لحقاش هاد الحرشه راه غزاله كتجي، هاد الرفيسه كتجي غزاله ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله تعجبكم. هنا غندير السميده مغليضه، بسم الله. هنايا زيد عليها السميده رقيقه، ها هكا نخلطهم بعضياتهم. صافي، ندير مليحه مليحه يعني على حسب، حيت مازال غنديرو مليحه تاهي مع الحليب. الملحة شوية ديال السكر باش تجي شوية ملونة، دابا في الطياب شوية منقويش. صافي هادشي لي غندير، مكنديرو لا خميرة لا والو، كندير غير السميدة وهدا هكا نخلط هدا السكر مزيان. بسم الله، ندير شوية د الزيت هكا، بسم الله، نرملها مزيان بالزيت. الله أكبر، المغرب غنوجد ان شاء الله العشاء هاد الرفيسة هادي، نتمنى ان شاء الله يعني تعجبكم. هاكا غادي ندير مزيان، غنفتتها بالزيت هاكا مزيان، ندخل في هاديك الزيت غنرملها مزيان هاكا. بسم الله، الله اكبر. هلا هكا يعني تنسالي، صافي نزيد واحد شوية شي شوية، صافي بارك. المهم يعني يكون ميزانكم غير ما تكونش عامرة بزاف بالزيت، شوية باش تجي مرملة وصافي. هكا رملتها كاملة، صافي غنديرها بالماء دافي، غنجمعها بالماء دافي صافي، نبدا نطيب هاديك الساعة، نقرص في المقلة ونطيب. ندير المقلة كتسخن صافي بالماء دافي، صافي نبدا نجمعها بالماء بحال هكا. سمحوا لي راه ما دارني البرد، الصوت عندي شوية، نزيد الماء. كنبقى هكا كندير في الما حتى كتجي مالحة، حيت السميدة كتشرب الما يعني. ها بحال هكا ما نعجنها ما والو، غير كن نزيدها شويه د الماء حيت كتشرب، زعما غتشرب هاد الماء خا شتها بحال هكا جايه، هذا هو القوام ديالها بحال هكا كتجي. صافي غنغطيها ونخليها تشرب واحد شويه، ها شويه صافي، ونبدا نقرص بحال هكا صافي، ونبدا نجمع نقرص ونطيب. ان شاء الله ملي غتشرب شويه غنكمل معاكم الطريقه كيفاش. صافي البنات، بعد ما خلي هي المقله درتها سخنات، وهادي السميده اللي كنت خليت شويه باش نقرش غنرشها هنايا في المقله، خليتها يعني واحد شويه تا تشرب هاديك المويه، وغندير بحال هكا يعني الحرشه في المقله صافي، ونبدا نقرص بحال هكا
الرز السميدة، خليها شوية غليظة حيت كنبلقها، نكرسها مزيان. بعد ما تكرس حركو نخليها طيب. راه خليتها تا شربت، خليتها واحد شوية تا شربت مزيان داك الماء اللي خلطتها قبيلة. هادشي السميدة هاكو قاصحة، صافي نرش عليها السميدة صافي نخليها. ملي تبدا هاكا ملي دير تشد مزيان راسها نقلبها ونخليها تحمر على جهة الفوق. غنبقى ان شاء الله حتى طيب تا يعني غنبقى كل مرة نكرس وحدة بوحدة. انا قسمتهم على واحد ثلاثة د المرات هكاك، ثلاثة د الحرشات. ملي نطيبهم ان شاء الله راه عاد نوريكم كيفاش. هاهي كيفاش كرستها، كيفاش كتجي. غنخليها دابا تشد راسها وعاد نبدا نقلبها. تبعو معايا ان شاء الله الطريقة كيفاش تنسالي. هنايا غنتبعو معايا يعني المقادير ديال الحليب. هنا جبت طنجرة كوكوط، عندي بصلة وحدة، ملحة وفليو. يعني الحرشة هي كطيب، يعني راه طيبت، راه طيبت جوج، هي الأخرى التالتة كطيب. وهنايا عندي بصلة وحدة وملحة وفليو. هاد البصلة غنحكها معايا الشريحة التالي، غنحكها هنايا حكاكة بويضة. ونزيد عليها فليو ومليحة غير خليها تسخن كبير ورد الطيب كيس ديال الماء ورد الطيب. هنا مليحة غير شوية، حيت دايرة في الحرشة الملحة، غير شوية الملحة. هذا فليو هاهو راه غسلتو، راه كان عندي خضر وكرمتو، دابا هاهو غسلتو مزيان ونقيتو. غندير هنايا تاهو الطنجرة صافا. غنزيد عليهم كويس ديال الما، هاهو كاس ديال الما. هما جوج كيلو ديال الماء، هانتوما شتي كيفاش كيجي. درت البصله والملحه وفليو، غنزيد عليهم معلقه ديال السكنجبير والماء وغنخليهم يطيبوا. يعني غنخلي هاد البصله هادي تطيب مزيان، يعني هي وفليو غيطيبوا شويه يشربوا هاد الماء هذا، وعاد ان شاء الله نزيد الحليب. هانتوما معايا ان شاء الله تنزل. انا نوريكم الحرشه بعد ما قلبتها ها كيفاش تجي. هما راه طيبت جوج، هادي هي الثالثه هكا. تنبقى نقلبها ونخليها تحمر مزيان بحال هكا حتى كتحمر. هاهي قلبتها على الجهة الأخرى، نخليها تحمر مزيان. من بعد إن شاء الله غادي ندقهم. هادي الكوكوط رديت فيها هاديك سميتها هي زدت معلقة ديال السكنجبير، نخليها تاهي طيب مزيان صافي. وعاد غنزيد الحليب. من بعد ما طيب هاد البصيلة شي شوية غا شوية واحد قسم هكا، غنزيدها الحليب ونخلي داك الحليب يفيض مع داك فلي والبصلة. كتجي غزالة يعني، يعني كنتمنى يعني تجربوا هاد الرفيسة هادي وتردوا عليا ان شاء الله. هادي الحرشة تاهي هي طابت ان شاء الله، بقاو معايا حتى نكمل باش ان شاء الله ندقوها ونوجدوها انا وياكم صافي. هنا يعني بعد ما طابت هاديك سميتو، هنايا عندي الحليب. هنا درت جوج لترو ديال الحليب، غنديرو في الكوكوط يفيضو مع ديك الريقة انا لي درت. ها هو ديك البصله راه طابت، غنزيد عليها الحليب. عندي هنا جوج لترو ديال الحليب، ها
غنردو هاد الحليب ها هو هذا وداك البصله غنردهم يفيضوا. وهذه غنفورها ها هي راه دقيت هاد الحرشه هاد الفوره كتبان لكم غنفورها في الكسكاس ديال الكوكوط وعاد ان شاء الله نسكي. صافي هي الحرشه بعد ما طابت وفورتها هي فورتها في الكسكاس هي تتفور بحال هكا. هي لصقتي هكا هو الحليب بعد ما فاض كيفاش كيجي. هذه هي فورتها دي الزبده البلديه. نتمنى لي تكون تتبان لكم الصوره مزيان. صافي وغادي نبدا نسكي بسم الله هكا يعني الملح و سكر كبير صافي نسكي ونحرك باش تشرب. هادو راه غفليو هذا اللي كيبان هنايا خلطها هكا باش تشرب. صافي غنقلقو حتى نكملها تنسقيها مزيان كلها بهذا الحليب بحال هكا كتشرب الحليب والبصلة. أنا غنكمل معكم إنشاء الله باش منطولش عليكم الفيديو غادي نسقيها مزيان إنشاء الله ونرجع معكم كيفاش كتشوفو هكا كملها كاملة بالحليب. صافي هاهي الرفيسة ديالي بعد ما سقيتها كيفاش كتجي. سقيتها بالزبده البلديه وهذه الزبده البلديه دارتها الوسط والاخرى ذوبتها ذوب هذا وعاود سقيتها مزيان بداك الحليب. نتمنى ان شاء الله تعجبكم والى عجبتكم اشتركوا في القناه باش ان شاء الله يوصلكم الجديد وديما جديد مع خاتكم. وشكرا وبصحه نتوما عشاكم. هذه الرفيسه اللي شاركت معكم اللي وتر الخن نتمنى ان شاء الله تعجبكم والى عجبتكم ان شاء الله ما تنساوش الاشتراك.